بشكل عام دولة الإمارات صارت مركزة ومهتمة في دعم اللغة العربية وحمايتها ووضع أساليب حديثة في تطويرها. كذلك عندنا أكاديمية اللغة العربية التي تم إطلاقها العام مع جامعة الإمارات، سوف تكون إن شاء الله منارة في طرح اللغة العربية بطريقة علمية حديثة وعلم اللسانيات فيها إن شاء الله، وكذلك تطوير أساليب تعليم اللغة العربية لغير ناطقين بها. وزارة التربية والتعليم تسعى لإيجاد شراكات وطنية خليجية عربية عالمية، فمن هذه الشراكات الشراكة مع مؤسسة موهبة طبعا لإيجاد وتطوير منظومة للموهبة في رعاية واكتشاف الموهوبين. فطبعا هذه الشراكة بدأت يمكن من خلال هذه المنصة في العام الماضي، واليوم تطلق هذه الشراكة بشكل فعلي نحو البداية في العمل من أجل الموهوبين في رعايتهم واكتشافهم. ويمكن هنحتاج في المرحلة الأولانية زي ما قلت إن يبقى عندنا مشروع ترجمة قوي، بحيث إن أنقل ما تحدث من تقدم علمي وتكنولوجي على مستوى العالم إلى لغتنا العربية وننطلق منها إن شاء الله للمستقبل.